مرحبا لكل الناس والعالم اللي بتتابعنا وتحديدا عملاء البنك الإسلامي الفلسطيني. بداية الموضوع بيني وبينكم، البنك بده يربح العملاء مجموعة من الهدايا والجوائز، يعني شاشات LCD، أجهزة تابلت وأجهزة آيباد. عشان هيك العملاء اللي بدهم يربحوا يحدثوا بياناتهم. ما تصفوا في اللي بحكيه، تابعوا هالفيديو للآخر لتفهموا شو السلافة. شوفوا يا جماعة، سواء كنت من العملاء الأفراد أو من الشركات لازم تكون بياناتك عند البنك حديثة، وهذا مشروع كثير مهم بالنسبة لكم قبل البنك. فكركم ليش مهم كثير؟ لأنه يا جماعة لما تكون معلوماتك عندنا صحيحة وكاملة، أول شيء بتكون أنت في أمان وبالك مرتاح، لأنه لما تكون بياناتك محدثة بتساعدنا أنه نحميك من أنه يجي حد ينتحل شخصيتك أو يزور أوراقك أو يحاول يستغل خدمات البنك بطريقة غير مشروعة. عشان هيك من المهم نحدث بيانات عملائنا، لأنه راح نقدر بكل بساطة نعرفكم واحد واحد وبنقدر نحميكم. وثاني شيء إنه بتقدر تساعدنا في البنك الإسلامي الفلسطيني نعمل لك منتجات بنكية تلائم احتياجاتك سواء كفرد أو شركة، وبهيك العلاقة بيننا وبينك بتكون أقوى أكثر وأكثر. وثالث شيء بكون العميل شريك ومساهم في تطوير منتجات بنكية إسلامية بتلبي كل طلباته بطريقة شرعية كمان. المهم مين اللي راح يشملهم تحديث البيانات؟ كل عملاء البنك، أفراد ومؤسسات صغار وكبار، فيش فرق، كله على التحديث. بس كيف راح تتم عملية تحديث البيانات؟ عملية بسيطة وسهلة، تحمل حالك وبتشرفنا على الفرع اللي حسابك فيه أو أقرب فرع إلك، وهناك أول ما تفوت راح تلاقي موظف مشخص بلبس بيستنى فيك بلوستو عليها شعار الحملة، وممكن يكون قاعد جوات البوث الخاص بالحملة. ولما تتعرف على بعض بس احكي له بدي أحدث بياناتي، كلهم أكم من دقيقة والقصة بتكون جاهزة. أول ما تنتهي من تحديث البيانات راح يستلم منك الموظف الورقة ويعطيك هدية فورية، وعلى طول بتفوت معانا السحب على شاشات LCD وأجهزة تابلت وآيبادات. مش قلت لكم البنك بده يريحكم؟ اسمعوا مني بس انتم. طبعا الحملة الإعلامية للمشروعات تحديدا لازم تتابعوها مشان تعرفوا كل شيء جديد فيه وتتعرفوا أكثر على تفاصيل التحديث وكيف راح تتم العملية، وتضل معلوماتكم بسرية وأمان. ومشان تتعرفوا أكثر على تفاصيل الحملة وين أقرب فرع لكم، زوروا صفحتنا على الفيسبوك أو اتصلوا على 1700-220-220. احنا في خدمتكم 24 ساعة. وما تنسى مع البنك الإسلامي الفلسطيني حدث بياناتك وريح بالك.